오직 예고만 시한된다 했으면 돼요. 등게 무지게 등게 와나 등게 샤르브색니 등게 드바바브색니 등게 디아랍색니 등게 피셰카 등게 쿠슈트니 등게 앞 등게 나쿠슈 등게 제르베즈니 등게 기 카랍브색니 다타 아니 뭐지 시무 뭐 더바티 아니 부르라 나는 뭐지 그럼 시간 뛰다 파른 다마다 맞다 샤르라 오리오키 퀘스천라 오리오키 웨라니 오리오키 아니 뭐지 그 그림이 진 다마다 에 페스트라 나 한도르 본다 나 한도르 저다미 쿠바니지 쿠치 따르군 어 빼빼람 춘 외라래 토토라케 모모모모모원 외드디오 시타르하부 안하부라 파라 노캠 대고 마사라 다위야 샤라 나머 빼회 시탠다카탄 아우디 야만 모 기토르 타암부라키 아와 아와노부 제발 좀 먹이나 탄다부 아리야 미원 탐마 برم. همون صحفتی ما حیستان ده حنور پونده جی واگه گریم همون ها غیری یعنی قابل اکل ویدری غیر همون خراب و همون چک اشتیاراش خرابونه جی شر و جی چکا یعنی گلی که خراب و براستی بگری هم شوات نباری داش ایشش کنده بود ایجار گلی که دریواده گلی که ایشی هم راستی هر دو که با به ویران کرنا جهن باقی خودو او چاوا استرومنتی و موزیکی حمواتو چکستن و خرابون یلی که پیشی یا مصطفى احمدی او هر دو هنرمند دلال وقت دو گولا راسی وقت دو گولا نا او هر دو هنرمند هر دو برا هر دو انسان جیانا و سر موزیکی بی موزیک یعنی پیشی مثلا ایشان A veces parece increíble que la vida de los humanos sea tan distinta solamente por el hecho de nacer en un portal o nacer en otro. Yo soy de los que piensan que la música no hará desaparecer las guerras, pero sí creo que la música, dentro del concepto de humanidades, puede contribuir a que esas barbaridades se aminoren o que se pueda llegar a tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden ni se deben. Desgraciadamente hay mucha gente que lo que no conoce dice que no existe. Mustafa Ahmed Dubran Shkobanina Himbarisher Hartuji Havzen Hartuji Chaviwa Navin Rabano Zarutiva ma Zarutia khov chebuna wa da Navin kor ijar hin zarutia khoda galak zahmati dit nok naf zaruka da nkaribun blizen مدرسه جین چون نشون اولو یعنی شوهر مدرسه شقی یعنی دزانی سوری و او روجاوا یعنی بر حتی بری شهر یعنی زاروکتیا خود او چطه اولو تنه بونو دبستانش بونا حافظا Me parece que una obviedad, ¿no? Que la música no lo hacen los instrumentos, no hace quien los toca, ¿no? کمانه جی، سر کمانه یعنی تنگی با کمانه کی جبر کمان مرده حالتا رو دهان یوانتی ما یه حافتان کمان آنی حالا بیا ونی بشه برای من نیم که محمد بود تابی این چی بکنو فیربون و ج سازی را گله کی زحمت ای یکی کویر بپش کی دوامان وی منطقه مده یعنی زحمتیه وی هنن فیری آلت شا
چر دست بیکر او شریحانه جی براسی ویران بونه گوش خلکی کوبانی رش کوبانی رش واره جی هر دو کار جی براسی لعنتی تو روش بر روش بی تشتاک بی فیر بون بی کتم فیر بکی هر پیش کتم پر منتی که بگرده من اکتر هم نکو بچه هنه یعنی مدید او زحمتین دو خورتین دو براین هف وقت دو گولان اولو حافظن و موزیک ده روشاوه یعنی خوینوه سر موزیک روشانوه سر موزیک یعنی عرب بین موسیقا غیدان علی روح اوشی یعنی موانی ده فاک بی تشتی هاروت اوجی هنرمند کی ارمنیا سوریه غرفة الضيوف كنت عم اتفرج على التلفزيون كان في واحد عم يعزف على آلة كمان كنا قاعدين عائلتنا مع بعض فعم بسأله لأبي إنه شو هالآلة عم يلي هاي آلة موسيقية اسمها الكمان كنت ما بين الصف الثاني والثالث و 2007-2008 كان طلعت أول على سوريا بعزف الكمان الشرقي سنتين متتاليتين ورا بعض وبعد هالأحداث صارت وداعش طبعاً هي سبب دمار كل أحلامنا. كتيروكا خوكوت نوتشاوا داعش كترنقا أو أوجي جوانبو يعني عمري خوا حجدان وزصاليبو المركزين ثقافي كان داخد كر موزيك ليت خسن فيوني ليت خس. ترسیه بابی شبکه و درخستن و آنی قام شد و هر دویم تا خلاص بکن به تهر اوه سر تجیب ایجا ما پیشتی چار سالش چون ناوی هات ناوی قام شد ما جرگو می تا ببن رقا می تا بنج بودا فكان في كتير تهديدات من وراء هالمواضيع انه انت المسيحي وانت الكذا كان كتير تهدد من وراء داعش وانا بطبعي ما كنت اسكت كنت قوي يعني كنت جادل كنت احكي صارت تهديدات لحتى هربت هريبه من الرقه لحتى بعدين اجوا طالعوا اهلي كمان من البيت ابوي وعمتي كانوا موجودين داعش جرقوت انكو امي سريتا سري باستو نادالك انكو مكماناتا حسبك البيوناناتا دنجي موزيكي جبي جمتا نوي ووقف كل شيء بس طبعا انا ضليت مكمل بالموسيقى وما تركت ابدا بس انا هلا بعد فتره كثير طويله رجعت لمدينتي رجعت لبيتي رجعت لغرفتي شو بقولوا هارو هنرمندك المال اخوه الجندي اخوه الولاد اخوه ما تخوز الموسيقى خليخي وهينجن بهبينن وهنرمند يعني بردوان بن ودنجي تشاند وهنري وموسيقى بسر حمو دنجي بسر دنجي شركة هي جلكي مزن درباسكر يعني حتى نها هنرمنا جلكي مزن في وقتين هذا دكان بادن دكان بيدوميز دنا جل كان بي كورسانا باشور دهنا التركي هنا الباكوري كورساني الأوروبانا جلك هنرمن دي ما روجا أبا فالا بوش هنرمن ده براسي روش جلكي خراب Y entonces hablando con Gani, Gani me dijo que bueno, que acababa de llegar uno de los encuentros que tuvimos, acababa de llegar de los campos de refugiados de Siria.
estaba bastante hecho polvo. Uno de los momentos más tristes que vivió en aquel viaje de hace dos años fue cuando se encontró con escuelas de música cerradas, ¿no? جامدی وکس هنرمند کی چما ادوی از شکیب کمیش باز رو کرد شکیب کمیش ملتی خور هکس کردم راسی کردیتا مت شده یعنی دستم وته از کارم شکیب کم بر اما اموره کی موزیک به از بشیر مش وا زارو کرد یک جوا حوالیم فران لاوسن او جی حوال کی می جو ولاتن باسکن مجر چیروگوت نو فران نو چونام رو جاوا ولو مرچه بو یعنی کلک موزیسیان هنم محتاج دیم پشکری آب کن دیم چیش کی بکن براسی ولو یعنی دیم یعنی کار کی بکن پلانته لا پوسیبیلیداد ی ا پارتیر دی اسو سه پوسو ان مارچا ال پروژکتو دی کریاسیون دی اون بانکو دی اینسترومنتو براسی شغل چهار پنج هیوا وان کسان ولاتین ویتوریا بازار ویتوریا ولاتین باسک هریما باسک اب امور موزیک برهف کردن و در کنسرواتوارش استودیو موزیک y entonces es cuando se organizó el transporte a los territorios kurdos sirios resultó ser una cosa que podía ser más fácil pero resultó bastante complicada indudablemente وقال لك زحمتي تبي مدينة زحمتي سينورا هابون زحمتي جمركي هابون ما اب كاميونك اني بريا موزيسيان اسم بي سينور كاميونك ستاندن و دي شخص مرة هادن وان كساجي وك بولونتار يعني بيتشتك علي بيشتغير يا مكرن او استرومنت جي فيتوريا جولاتين باسك ما درباسي فرنسا كرن و دور ده براسی چه گل کیلومتر هبون جه فرانسایی حتی ما بره فرانکفورت چون آلمانیا فرانکفورتی اوسترومنتی هم اشان هرم کردستانه شوله هیچ کی درست کردیان اوسترومنتی حتی گان دهوکی پیشیم چون سیناره پیش خبر. دوید ریشی سینور دم در باسی روزجوا کرد و دوید ریپ چند ساعت اجمن حتی مجه اوسترومنتی فرگونه تکی مدر باسی فرگونه تکی دیگر. اوجی براسی یعنی کاری که اف بگن جه خوی یعنی براسی به هزاران کیلومتر در باس کردن حتی گهانه بر جالی کی سروال بترس بوم اینو احنا بمدينة الرقة هذا بيتي بيت أهلي بيت اللي تربيت فيه الغرفة اللي تربيت فيها اللي عشت فيها المدينة اللي طفولتي كانت هون ذكرياتي كلهم هون بس للأسف الدمار حطم كل شيء طفولة ذكريات أحلام رجعت عم اتذكر الذكريات وعم اتذكر طفولتي اتذكر كل شيء كان حلو عشت بهالمدينة اللي هي الرقة
في طرقات لهلا ما عرفتهم يعني لو مو هيك دققت فيهم. 75% من مدينة الرقم مدمرة من كبيوت كمحلات تجارية كشوارع كحدائق مستشفيات بشكل عام 75% من مدينة الرقم على الأرض. هلا طبعا الإحساس إحساس غريب يمكن ما ينوصف أو يمكن ما ينحكى، بس يا ريت لو ما كان صار هالدمار كله، يا ريت لو كان ما صار هالحرب أبدا وكان رح ضل بنفس المكان وكان رح ضل أعزف على كمان وكان رح أوصل لحلمي. En este último viaje del compañero de Dani Mirza, me contó una historia francamente emocionante de dos hermanos, creo que son gemelos, ciegos los dos, de nacimiento, que son músicos y uno de ellos violinista, pero pues no tenía violín. Es un violín que yo le tengo un cariño muy especial, no porque lo tenga abandonado, ni mucho menos, que me haría ilusión que fuera para allá. Es un violín francés, de principios del pasado siglo XX, que yo lo conseguí en Burdeos. Se dan bastantes mercadillos y me encontré con esta pequeña perla. Tenía sus añitos y tal, lo puse en orden y aquí está. Y me hace muchísima ilusión que pues que tenga este destino, ¿sabes? Y esta es la pequeña historia de este violín que viajará a aquellas tierras. كمان هذي مفران لوسينا اشتريت إسبانيا شيان شوالاتي أمور بيتا فاتيا باسكا تنتي بس في تنكي يقولوا قوي لك بريا نه سبورتي اول شيء تكن كوا مثلا وات افت ستون او ان اف كامون او ان تيوري مكر وا وا سبورتي وي كاسي جي تكن كاسي كوا كامون اي مرا شوندي سبورتي فرانس نو تي تكن كوا كامون اج وي داري شي مرا حتا وي داري شون وا سبورتي اول شيء تكن كوا حتا وي فعلا يعني كمان يعني دوما شو هذا يعني
La vida cotidiana no va a tener una gran transformación hasta que no cambien mínimamente las cosas y el ruido de las bombas se acalle, ¿no? Yo siempre digo que la música no elimina las guerras, la música no quita el hambre. Sí te da la posibilidad de conocerte mejor a ti mismo y al ser una disciplina colectiva, conocer también mejor a los demás. Más que conocer, entender. Entender mejor a los demás. Ev kurtahat Qamişlo, Qamişlo tara Armenia, institüki muziki avatke. Fi andi mahad musiqa semeto harmoni. Fi andi tullab, am sharak bi haflat, am bati drus musiqa ala alt kaman. نحن بالمعهد في عنا طلاب أكراد، في عنا طلاب أرمن، في عنا طلاب سريان، طلاب أشورية، طلاب إسلام. ما يعني لا أبداً عم نعطي كل الألوان نحن، نحن سمينا هارموني لأنه هو مزيج، ونحن هذا الشيء اللي قاصدينه بالمعهد، ونحن الموسيقى ما لها طائفة معينة أو دين معين، موسيقى حرة وما لها علاقة بأي سياسة كانت. أموري وانسترومنتي وكيمن براسي. Իշար ավ կամպանյակ ու մեջ է կրջբող բրավգրնա ստրումենտա ու շիանդնավա ռոժավա պարջեք իշվա ստրումենտա դիարի վե ստտույավակր գլեք եվ կեվավահատ բրասիք։ Չավա դնավ ուանք ավլադա դնգի մուզիկավա դնգին սազավա گوتنی وا سرد که بسر دنگی شر دنگی شرط این تیم راندن دنگی موسیقی وا بلند بی هری اتفاقا شیط کرد میشی لنبیشنم بایکی لما قلت لي من عندك ياو مثلا نكم كور بيلا وكم كلمات من فاشن وانا كي ساعد تحين این سال در باس بود دما بارانه نوروز نیزیک بود لیوه جیهانه هفال نورابه آگری خواه گلکه بگرن هیلانه نوروز نوروزه لیوه جیهانه جشنا کندایه لیفر دستانه آلامی رنگی بین المیدانه لابنه دیلانه ام پشتگیری ها کسا بگرن چمکی اف کسی ها قهرمان دوی وقتی زحمت اف وقتی که بزحمتی در باست کن دوی فقیرتی ها دوی شرعی ها دوی وضعی که گلکی زحمت سروا در باست بی گره که براسی ام حالی کاری ها بکن ام پشتگیری ها بکن چمکی پشتگیری ها مجواره بهتر اوجی یعنی به دویسا خواه موزیکا خواه به هلبستی خواه اوی بین پشاروجه جمره مرسلين نور قاسية حزين تسرون حكام نبش غير بن شابرا مجتهب نقر اي كسي محتاج من بش غير يوم نقر مش بوش نب ننسى